مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. آفة الفساد في العراق. يتسم الفساد في العراق بسمات غير اعتيادية يرتبط وجودها واستمرارها بالوضع السياسي الراهن وترابط منظوماته التي تشبه لعبة الدومينو، إذ أن أي جزء لا يعمل في هذه المنظومة سيوقع بالأجزاء الأخرى من باب حتمية سقوط الكل إذا وقع جزء من المنظومة المترابطة مع بعضها البعض بقوة. ولعل أهم أساس يقوم عليه الفساد في العراق هو الفساد الشبح، وهي الحالة التي يجمع عليها الفاسدون ويهاجمون فيها الفساد، وكأنهم بهذا يخلطون الأوراق بحيث يصعب تشخيص حالة الفساد. وهكذا تعمد شخصيات سياسية إلى قيادة حملات ضد بعض قضايا الفساد المنتقات بعناية لكسب الرأي العام. طبيعة هذا النوع من الفساد تعتمد على ما هو مطروح في العلن من شعارات ضخمة وحديث عن المبادئ والقيم العليا وما هو حقيقي على أرض الواقع. فلن تجد فاسدا في العراق يبرر الفساد ولا لصا يجادل في كونه أمرا مستهجنا، بل أن الفاسدين والمنافقين هم الأكثر قدرة على انتقاد الفساد والدعوة للتطهير. الحكومات العراقية المتعاقبة أخذت وقتها الكافي للوفاء بتعهداتها للقضاء على الفساد وإخضاع الفاسدين وسراق المال العام إلى القضاء، لكنها لم تفلح بذلك، وبالتالي فقد توالت الكوارث في العراق. ولا أحد يشك بأن الفساد آفة قديمة ومستشرية في البلاد، وأن استئصاله لي يتم بين يوم وليلة، لأن الفساد هو الأب الروحي لكل مشاكل البلاد وسبب المعاناة على كل المستويات، كالحرمان من الخدمات الضرورية بدءا من الكهرباء ومياه الشرب إلى البطالة وتوفير لقمة العيش وتحسين شروط الحياة في بلد لديه ثروات هائلة. سياسة مواجهة الفساد يجب أن تخضع لبرنامج عمل وطني لمحاربة هذه الآفة تشارك بها كل المفاصل الحكومية، ويعتمد على وجوب إحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي استحصلت منه، لأن الفساد هو ركن أساسي في هدم المجتمع العراقي وموت الروح الوطنية لدى أبنائه.